مع التحول الرقمي، وعشان يكون أيضا المجد موجودة ما شاء الله تبارك الله وهي حاضرة أيضا عبر الإعلام الرقمي. اليوم سوف ندشن ونطلق تطبيق هادف، تطبيق هادف وهي منصة إعلامية لمحتوى يعني إعلامي تربوي هادف مناسب لجميع أفراد الأسرة. ما شاء الله تبارك الله تطبيق هادف يتوفر فيه مميزات كثيرة جدا ما شاء الله. وقبل ما نتكلم عن مميزات هذا التطبيق، الشباب الله يعطيهم العافية، وهذا إهداء من إدارة وشبكة قنوات المجد، بنوزع عليكم اشتراك في تطبيق هادف وكود يعني مجاني لجميع الحاضرين معنا عرفانا لكم وحضوركم في هذا البرنامج. الآن يوزع عليكم الاشتراك في هذا التطبيق، تطبيق هادف، حمل على جوالك بث مباشر لمجموعة من القنوات الهادفة ومنها قنوات المجد الفضائية، مشاهدة ما فاتك من الحلقات إلى الوراء، حتى الوراء تبى ترجع تشوف يعني من 7 أيام من الخلف تشوف الحلقات كلها اللي فاتتك ما لحقت عليها. مكتبة ضخمة تحتوي على الآلاف آلاف من الحلقات والبرامج الهادفة والدراما العربية الرائعة، وأكثر من 2000 حلقة من الرسوم المتحركة والبرامج التربوية والتعليمية المناسبة للأطفال، يعني اللي يشوفونا ويشاهدونا حتى في فرنسا وغير فرنسا، جاتنا رسائل كثيرة في أوروبا. الآن تطبيق هادف تستطيع أنك تحمله وتشوف أفلام كرتون وتشوف برامج مميزة مناسبة وهادفة وآمنة للأطفال بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله رسوم اشتراك مناسبة للجميع، ما شاء الله تبارك الله رسوم اشتراك مناسبة للجميع وخصم 50% المشتركين المجد. بنتكلم أكثر وأكثر عن هادف وهذا التطبيق ونشوف بإذن الله هالتقرير اللي يحكي ويتكلم عن قصة تطبيق هادف المناسب إن شاء الله جميع أفراد الأسرة. نشوف التطبيق والتعريف فيه ونرجع نكمل فقراتنا. جودنا فلا وناسا، جو 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 نقدح لضيفة نكاسا، جو 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 حان الوقت الآن لتنضم إلينا في عالم من المرح والترفيه الآمن. حمل التطبيق من متجر أبل أو متجر جوجل وعيش معنا أحلى حكاية. جو 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 جو